اهلا استاذ خير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد. كيف هي اجواء الانتخابات في منطقتك؟ لا مش اجواء، احنا النهارده اللي حصل النهارده اثبت الشعب المصري وعمال مصر كلهم اللي انا بنتمي ليهم اثبتوا فعلا ان هم على يعني قد المسؤوليه وقد الدنيا كمان. النهارده ما فيش لجان كومبليت، الناس واقفه كمان قبل افتتاح اللجنه. احنا شايفين مشاهد اهو في الاتوبيسات بيغنوا ورافعين اعلام مصر. بقول لحضرتك الصوره هي اكبر تعبير عن اي كلام، فاي حد النهارده هيتكلم هي الصوره اللي بتقول. الحشد غير عادي، الناس نازله بتلقاء نفسها وبحب، ومش نازله واخد بالك زي ما انت بتقول نازله بتغني، لا دي نازله عندها فرحانه ان هي فعلا حاسه بالخطر اللي كان بيحيق بالدوله المصريه. والشعب المصري دايما في حاله الخطر بيظهر معدنه الكبير. والنهارده انا بحيي كل جموع الشعب المصري، واحنا لسه في اوائل اليوم ان شاء الله على اخر يوم هنشوف نتائج مبهره باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا استاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، وسعيد بالمشاهد دي يا دكتور رضا. يعني الاعداد الكبيره بتفرحني وبتحسسني ان اي رئيس لمصر في هذه المرحلة تحديدا محتاج دعم وشرعية شعبية كبيرة. أكيد طبعا، يعني هي بداية مشجعة في اليوم الأول، وأعتقد أن نسبة التصويت هذه الانتخابات ستزيد عن سابقها يعني.